بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نقدم لكم الخلطة العجيبة، وهذه الله يجزاه بخير من اجتهاد أختنا أم عمار بنت علي النجراني، التي تحتسب فيها الأجر إن شاء الله لنفسها ولوالديها رحمهم الله، وأيضا نحن نحتسبها لوجه الله سبحانه وتعالى في نشرها ونفع الناس بها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذه الأعمال الخالصة ويجعلها من العلم النافع الذي ينتفع به، ويجعل أجرها أيضا لنا ولوالدينا. الخلطة هي عبارة عن الخلطة العجيبة عبارة عن خلطة من 7 مكونات. أيضا سبحان الله الرقم 7، يعني نعرف سبحان الله ما علاقة هذا الرقم بالخلق والعبادة سبحان الله. فوفق الله سبحانه وتعالى هذه الأخت لهذه الخلطة العجيبة اللي سبحان الله هي كلها من المكونات الأعشاب الطبيعية بفضل الله سبحانه وتعالى. 7 مكونات بمقادير معينة سبحان الله، نافعة في كثير من الأمراض سبحان الله، تؤخذ بطريقة معينة، تحضر بطريقة معينة، ثم تستخدم بطريقة معينة سبحان الله، فيحصل بها الخير إن شاء الله، يعني حتى سريعة في إعطاء النتائج، يعني في خلال إن شاء الله 3 أسابيع من استخدامها يبدأ إن شاء الله يرى الإنسان التحسن بفضل الله سبحانه وتعالى في صحته. وهي نافعة بفضل الله سبحانه وتعالى في عدة أمراض، منها وأهمها يعني اللي هو القولون. الناس مرضى القولون العصبي والهضمي، العصبي والهضمي سبحان الله، هذه نافعة إن شاء الله لهم وبسيطة جدا في تحضيرها بفضل الله سبحانه وتعالى، ويعني أكثر من انتفع منها بفضل الله سبحانه وتعالى هم المرضى، مرضى القولون العصبي والهضمي. فأيضا كذلك الأمراض النفسية لما لها من دور في تهدئة سبحان الله النفسية، وسبحان الله وأيضا نافعة في مرض السكر، بالنسبة لمرضى السكر نافعة في تخفيض سبحان الله مستوى السكر سبحان الله، أيضا منشطة سبحان الله للإنسان، أيضا للمرضى أو المريضات المتأخرين في الإنجاب سبحان الله، تنظم الهرمونات سواء بالنسبة للرجال سبحان الله أو بالنسبة للنساء سبحان الله، وسبحان الله نافعة أيضا سبحان الله في ما بالنسبة لمرضى البروستاتا كذلك سبحان الله، مرضى البروستاتا إن شاء الله يعني يجدون خير منها إن شاء الله. أيضا بالنسبة لاختلال هرمونات اللبن، اختلال هرمونات الغدة الدرقية، الأخوات اللي يعانون من اختلال هرمونات اللبن، هرمونات الغدة الدرقية سبحان الله، الهرمونات الأنثوية سبحان الله نافعة كذلك سبحان الله وفيها خير، وطريقة الاستخدام واحدة. أيضا تنقية الجسم من السموم، نافعة في تنقية الجسم سبحان الله من السموم. أيضا مضادة للالتهابات، مضادة للالتهابات، إذا كان إنسان يعاني من أي التهاب سبحان الله في جسمه فهي هذه كلها مجموعة أعشاب نافعة، إذا ما نفعت ما تضر الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى. أيضا بالنسبة للأخوات يعني يعانون من تساقط في الشعر وترهل في البشرة، ويعني سبحان الله هذه نافعة إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى لمثل هذه الحالات. أيضا سبحان الله نافعة بالنسبة لمرضى الضغط، أيضا سبحان الله نافعة بالنسبة لمرضى الضغط، أيضا بالنسبة للمرضى اللي يعانون من قرحة في المعدة، القرحة في المعدة، التهابات في المريء، الجهاز الهضمي، يعني سبحان الله هي نافعة في أمراض الأجهزة الهضمية، الجهاز الهضمي، في أمراض الأجهزة التنفسية سبحان الله، في أمراض المسالك البولية سبحان الله. فهي سبحان الله يعني فعلا يعني وفق الله سبحانه وتعالى أخت جزاه الله خير في هذه الخلطة. أيضا أخيرا هي نافعة بفضل الله سبحانه وتعالى بالنسبة للناس اللي يعانون من أيضا السحر والمس والحسد والعين المعجبة والوسواس، هذه أيضا من الوصفات والأعشاب النافعة بفضل الله سبحانه وتعالى لهم، ويجد إن شاء الله منها خير مشيئة الله، لأنه لها تأثير سبحان الله، أيضا هذه الأعشاب سبحان الله لها تأثير على والعياذ بالله الجن، وإن شاء الله طاردة لهم وهالكة ومؤذية
لهم إن شاء الله بمشيئة الله. أما طريقة تحضير هذه الخلطة فأولا الكمية المستخدمة هي نصف لتر تقريبا، هذه قارورة صغيرة من الماء نصف لتر تقريبا. طبعا الماء هذا يوضع في غلاية، غلاية الماء، نعم يوضع في غلاية الماء الحار مثل ما تشوفون الآن، هي حارة الموية تغلي، يوضع فيها نصف لتر. ثم نأتي بالمكونات، المكونات هي عبارة طبعا المقدار، هذه الملعقة المتوسطة تشوفون الملعقة المتوسطة هذه، نعم نأخذ نصف ملعقة من هذه الملعقة قرفة، نصف ملعقة قرفة تمام، وملعقة بابونج، وملعقة زنجبيل، وملعقة مرمية، وملعقتين كمون، وملعقتين شمر، وملعقة ملعقتين قشر القهوة. هذه هي المكونات السبعة مثل ما تشوفون يا إخوان، فقط نصف ملعقة من القرفة، ثم ملعقة بابونج، ملعقة زنجبيل، ملعقة مرمية، ملعقة كمون، ملعقتين كمون، ثم ملعقتين شمر، ثم ملعقتين قشر القهوة. نأخذ هذه الكمية كلها نضعها في هذه الثلاجة مثلا الصغيرة بالطريقة هذه مثلا، بسم الله نضعها، هذا القرفة وهذا البابونج، نعم ملعقة وملعقة زنجبيل. طبعا المقادير مهمة جدا، المقادير مهمة جدا، الالتزام بهذه المقادير حتى نحصل على أفضل نتائج. ملعقة مرمية، هذه المرمية، ثم ملعقة كمون، هذا الكمون، ثم ملعقتين شمر، هذا هو الشمر نضعه أيضا، ثم ملعقتين قشر القهوة، نعم. ثم الآن نضع عليها الماء الساخن بالطريقة هذه، بسم الله الرحمن الرحيم، نعم حتى طبعا نصف لتر مثل ما قلنا، نصف لتر قارورة ماء صحة صغير مغلي ماء، نعم، أو من أراد أيضا يكون يعني ماء زمزم أيضا إن شاء الله، فيكون فيه أيضا نفع، ماء زمزم فيه خير إن شاء الله وفي أحاديث كثيرة. بعد ما نكونها يعني سبحان الله نخضها يعني بالشكل هذا، طبعا نتركها لمدة 10 دقائق، بعد كذا نبدأ في تناولها. نعم جيب لي فنجال، فنجال شاهي، جيب فنجال شاهي. طبعا نتركها 10 دقائق حتى يعني تختلط المكونات مع الماء الحار، وثم نبدأ في استخدامها. استخدامها يعني تشرب هذه الكمية في خلال إن شاء الله يعني 3 ساعات، في خلال 3 ساعات تشربها. طبعا هي تكون دافئة في هذا هذا. بعد ما نكونها سبحان الله يعني نركبها، نبدأ نصبها بالطريقة هذه، بسم الله الرحمن الرحيم، شوفوا كيف بدون تصفية، ومن أراد يعني يتضايق من هذه الحبيبات يبي يصفيها إن شاء الله لا بأس، لكن الأفضل كذا بالطريقة هذه، هي مجربة بالطريقة هذه، تصبها بالطريقة هذه يكون اللون متجانس كذا قريب من لون القهوة تقريبا سبحان الله. ثم تبدأ تخليها يعني تدفى شوية، تبرد يعني شوية، ثم تبدأ في شربها بالطريقة هذه حتى طعمها ما شاء الله يعني مستساغ وطيب إن شاء الله، وفي نفع إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها المسلمين المرضى ويشفي كل مريض إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن من ينشر هذه الوصفة والخلطة العجيبة لنفع الناس، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنه كل بلاء ويجعل ذلك في ميزان حسناته ويحرم وجهه إن شاء الله على النار. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.